السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نتناقش معكم في واحد الموضوع، بصراحه هو مهم بزاف وشي حاجه اللي كتضر في الخاطر، كتضر في الخاطر بزاف. ملي كنشوفوا اننا كنتعاملوا مع ناس فعلا متشائمين، غادي ندويو على موضوع ديال التشاؤم وسوء الظن بالناس، وهنا اغلبيه الناس اللي كنتعاملوا معاهم ملي كتكون كتكلم معاهم في اي حاجه ولا كتجبد ليهم الناس، كيقول لك الوقت خيابت، الناس استغلاليين، ولا كل شيء عنده جوج الوجوه. الناس ولاو كيتعاملوا معاك بدي ماسك باقنعه، ما بقيتش قادر نثق في الناس، كل شيء غدار، كل شيء منافق، كل شيء باغي غير مصلحته. اذا ملي انا غادي نقول هاد الهضره وانت غادي تقول هاد الهضره وهو غيقول هاد الهضره، كلشي كيقول بلي الناس خايبين، كلشي كيقول بان الناس منافقين. اذا شكون اللي مزيان؟ شكون هما هاد الناس اللي صادقين؟ وشكون هما هاد الناس اللي غادي يبغيو الخير مادام كلشي خايب؟ اذا كيدويو عليا وكيدويو عليك وكيدويو على الاخر وكيدويو على الاخر. اذا بعمل غنتعامل، واش نقدروا نعيشوا حنا في مجتمع بدون ثقه؟ واش حنا غادي نحرصوا من كاع الناس اللي كنعرفوا وكاع الناس اللي كنبغيو؟ غادي نحرصوا من العائله، غنحرصوا من الجيران ومن الاصدقاء؟ واش غادي نقدروا نعيشوا في واحد المجتمع هكا دخل شخص لدارك وانت دير منه الاحتياط ومحرص منه؟ شحال قدك تحضي؟ المشكل ماشي في الناس، المشكل ماشي في المجتمع، المشكل فينا حنا، حنا اللي ما بقيناش قادرين نتعاملوا بصفاء النيه. هو راه كل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يعني الا ربي باغي لك واحد الاذى راه تحتاج تتعيا، غادي يقيسك غادي يقيسك. والا انت مشيتي بنيتك راه عمرك ما غادي تخسر، لان فعلا احرصوا على النوايا فعليها ترزقون. المشكل فين كاين؟ هي تجارب. الا واحد الشخص ولا جوج ولا ثلاثه او ربعه غدرونا ونافقونا ونهار طحنا وتكسرنا شمتو فينا، كاينين ناس اخرين اللي هما 10 و20 و30 نقدروا حنا ما رديش ليهم البال، فعلا كيبغيونا وكيخافوا علينا وكيديروا اكثر من جهدهم باش يحافظوا على العلاقات معنا. نهار كنطيحوا هما اول ناس كيمدوا لينا يديهم وكيديروا اكثر من جهدهم باش فعلا يعاونونا نبداو من جديد، كيجبروا الخواطر. كاينين هاد النوع ديال الناس. ما غنقولش لك بلي العائله كلها مزيانه، كاين اللي كيقول لك الاهل الاقارب عقارب. الا عندك واحد الشخص او جوج او ثلاثه في عائلتك ما كيبغيوكش وحاسدينك، راه كاينين ناس اخرين بزاف في العائله كيبغيوك وعارفينك بانك دمهم ودايرين بحسابك. الا عندك واحد صاحبه ولا جوج ما كيبغوش لك الخير وحاسدينك على اي نعمه عندك، سواء زوج او اولاد او خدمه، فراه عندك صحابات اخرين بزاف كيبغيوك وما كيعتبروكش صديقه، كيعتبروك اخت. تجربه طحت فيها انايا تقريبا 3 سنين او 4 سنين، هذه كان اصعب موقف طحت فيه في حياتي، موقف صعيب بزاف. اول مره كنحس بان ظهري تهرس تقرض، طحت طيحه ما كتصورش، فقدت فيها الامل في الحياه وفي الناس. تغدرت من اقرب ناس كانوا ناس خدامين معايا، كنت كنعتبرهم ماشي صحابات وانما كنت كنعتبرهم فعلا خواتات. اصعب موقف ممكن تخيل ان هادوك الناس كانوا هما اللي كيحفروا لك باش طيحي، ونهار طحتي هما اللي شمتوا فيك. انا ما قدرتش نستوعب وما قدرتش نصدق بان داكشي فعلا عشتو. طحت في واحد الازمه نفسيه بحال دخلت في كآبه. فاللي لقيته ديك الساعه من بعد الله سبحانه وتعالى اللي خفف عليا من بعد ربي والديا وخواتاتي، فرا فعلا لقيت صحاباتي. صحاباتي كنبغيهم وعندي بهم واحد العلاقه زوينه، ولكن عمرني تخيلت او فكرت مجرد تفكير ان هادوك الناس غيضامنوا معايا حتى لديك الدرجه. ناس كيسولوا فيك يوميا، بكاو معايا، عاشوا معايا لحظه بلحظه، ما خلاونيش، ساندوني بجميع الطرق، مدوا لي يديهم باش دوك يردوا لي الثقه في النفس. بقى حتى لدا
دابا ما قدرش نصدق باللي راه هذوك النوعيه ديال الناس كاينه. ما عمرني ما ظنيت بلي دوك الناس فعلا كيبغوني حتى لذاك الدرجه وكيخافوا عليا حتى لذاك الدرجه. ناس كاين اللي ساعدني بطريقه مباشره، وكاين اللي مراعاه المشاعر ديالي او ما بغاش يحسسني بالضعف ديالي ساندني بطريقه غير مباشره. ناس لقيتهم في جنبي، خواتات ديال بصح، ناس كيخافوا الله وكيامنوا بان الصداقه شي حاجه مقدسه. يعني راه من ما عرفش، ولكن غادي نعطيكم غير المضمون، يعني بان من الناس اللي من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب هما اثنان تحابا في الله. يعني صاحبتك جارتك كتبغي لك الخير كتساندك كتعاونك، فراه اكيد هذوك الناس اللي عندهم مكانه محدده، واحد المكانه كبيره عند الله سبحانه وتعالى. فانا كنامن باللي الصدقه كاينه، وكنامن باللي الخير باقي في الدنيا، وكنامن بان هذه الامه الاسلاميه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم تعذب والتهان والجرح على قبلها باش يوصل واحد الرساله، وكيف كان كيامن بنا باننا احنا اخير امه نزلت للناس. حاشا لله واش كل هذه الامه هذه ما بقاش فيها الخير، وبان كل شيء اللي فيها منافق، وان كل شيء اللي فيها كذاب، وكل شيء عنده جوج وجوه. مستحيل باقي الخير. المشكل فينا احنا، احنا اللي متشائمين، وحنا اللي ما قادرينش نثيقوا في الناس. المشكل فينا احنا، احنا اللي خاصنا نتبدلوا، خاصنا نشوفوا الدنيا بعين زوينه. حتى شي حاجه ما كتستاهل، هي حياه وديزه واخرتها موت، وكل شيء غادي يموت، وكل شيء غادي يتحاسب، وفي الاخر كاينه جنه ونار. واللي غدر راه كيغدر راسه، واللي حسد راه كيحسد راسه، لان الحسد نار تاكل صاحبها. نبغيو الخير لبعضياتنا، وبارك من التشاؤم، وبارك من سوء الظن في الناس. راه فعلا الدنيا باقي بخير، والناس المزيانين باقين كاينين. غير انا مثلا القناه ديال يوتيوب اخر حاجه كنت كنفكر فيها، صحاباتي اللي اصروا عليا، صحاباتي ما كنقولك الصديقات، صديقات ديال بصح اللي كيبغيوك، اللي كيبغوك كيبغوا لك الخير. قالوا لي صفاء احنا راه كنتبعين بعض اليوتيوبرز اللي كيديروا امور تافهه ومتبعينهم، انت هما كيجيو عندي وعارفين. كيقولوا انت يا استاذه فرنسيه يعني عندك واحد الثقافه، كتسافري كتشوفوا مناطق جديده، عندك واحد اللمسه في الديكور هذا، يعني راه بامكانك تعطي شي حاجه يستافدوا منها الناس. علاش ما ديريش انت قناه؟ ما كنتش متقبلها اصلا، لدرجه انا واحد صاحبتي قالت لي انا قالت لي ما بغيتيش ديريها انا غنصيبها وغنقدها ونجيبها لك وغديريها صحه. ومن هذا المنبر انايا كنسلم على صاحبتي في الدواء وكنقول راني كنبغيك وكنموت عليك. والصراحه هما صحاباتي بزاف خرين شجعوني، ولكن النهار اللي انا درت فيه اليوتيوب راه هذاك النهار شحال وجالسه معايا هاد الصديقه هادي حتى قنعتني باش انني نديرها. كاين اكثر من هكا ناس كيبغوا لك الخير، نهار كتمرض يسولوا ويعيطوا ويجيو، علاش؟ حيت ما باغينش يشوفوا شي درك قيسك. الناس اللي كيقولوا ناقص واحد ناقص مشكل، هاد الكلمه كنقولها للناس السلبيين اللي كيحسدوك وكيغدروك. اما كاين بعض الناس اللي فقط وجودهم في حياتنا راه كنز، راه نعمه. كاينين بعض الناس في حياتنا بصدقهم وبخوفهم علينا وبحبهم الصادق دايرين بحال شي ولي صالح خاصو يتزار، خاصو يتقدس. الناس اللي كيقولوا ناقص واحد ناقص مشكل، الناس الزوينين في حياتك راهم محسوبين، ونهار كيمشي منهم واحد راك انت اللي خاسر. حيت الناس الزوينين ما كيتعوضوش وما كيتلقاوش، هما كاينين ولكن ماشي اي واحد محظوظ باش انه يلقاهم. نتمنى انكم ما نطولش عليكم، واللي عندها راي محدد في هذا الموضوع هذا فتخلي لي كومونتير وتقول لي اشنو الراي ديالها في العلاقات اللي كاينه دابا في هذا المجتمع. كيفاش العلاقات ولات سطحيه، ولات محدوده، ما بقاوش الناس كيبغوا بعضياتهم وما كيبغوش الخير لبعضياتهم. ماشي كلشي، انا كنقول ربما بنسبه 20% او 30%، ولكن الباقيه اللي هي 70% راه كلها ناس مزيانه، غير ما لقاتش ناس اللي تفهمها وناس اللي تقدرها والناس اللي تقرب منها باش تكتشف داك الجمال اللي كاين في الروح ديالها. بغيو بعضياتكم، بغيو بعضياتكم، راه حتى شي حاجه ما كتستاهل. الحياه زوينه، عيشها، عيشها بتفاصيلها الزوينه. بغي الناس، خرج، سافر،
فرح مع وليداتك، حافظ على الناس اللي كيبغيوك، حيت الناس اللي كيبغيوك وكيخافوا عليك راه الا ضيعتيهم راه ما غتلقاهمش مره اخرى. شكرا بزاف، وسمحوا لي طولت عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نهاركم مبروك.